وشغلات بالعوجه همين يحرق ناس حرق يعني على قضايا شرفيه ما شرفيه ما كنت اروح لها. انت ما تروح بس هو حدث هذا؟ اعتقد يعني صحيح. صدام حسين من يقدم على اعدام واحد تكريتي ياخذ راي العشيره مثل يقال انه باعدام فاضل البراك جمع لا انا ما كنت اروح لهم. شوف انا يعني ثلاث اربع شغلات مال عمر الحزاع ومال فاضل البراك وشغلات بالعوجه همين يحرق ناس حرق يعني على قضايا شرفيه ما شرفيه ما كنت اروح لهم. انت ما تروح بس هو حدث هذا؟ اعتقد حدث. شو يعني شنو يجمعهم؟ ياخذ رايهم لو يبلغهم؟ لا يبلغهم يبلغهم اعتقد هو ما ياخذ رايهم. احنا انا حضرت مال شو اسمه مال حسين كامل ف عرض الموضوع انه هذا ايش سوى وخان بعد ما بعد ما هرب لو بعد ما رجع؟ لا لا بعد ما رجع ايه هو رجع هو انطاع عهد. وين اجتمع بكم؟ اجتمع بينا بتشريفات المجلس الوطني تندلها. اي منو منو حاضرين؟ كل العشيرة يعني كل من عمره فوق 50 دز عليه. فقال أنا هالشكل هذا وهذا ما شنو دواه غير القتل. هو انطعفوا عنه؟ شنو دواه حسين كامل غير القتل؟ فطلع واحد اللي هو ابن عم عمر الهزاع جبار المحمود الهزاع اللي ابنه ماخذ أخت حسين كامل ابنه ماخذ اي قال له أبو عدي مو أنت انطيت عهد وجبته من الأردن أنت انطيت عهد وبالقرآن يعني العهد لازم يلتزمون به. قال له أي أنا ملتزم بالعهد مالي بس العشيرة إذا تقتل أنا شو أسوي له؟ يعني هذه أعذار العرب. علي حسن المجيد كان موجود؟ علي حسن المجيد كان موجود. فأنا بالحقيقة ما كنت أدري أنه هو منطي عهد. المهم فردت احكي ويا حكايه جيت دا احكي ويا جاء علي حسن المجيد حكى سحب ثاني فمن جاء حكى علي حسن المجيد حكى ويا ما ادري حكى ها يعني بينه على انه شو راح يقتلوهم هذا. فانا قلت له عبالي احكي ويا الرئيس والرئيس راح احكي وياك حكايه انه هذا ويا علي ويا علي. قلت له اخي انت ايش دعوه مستعجلين على قتله؟ يعني هذا الحكي قبل قتله بكم يوم؟ يوم يومين بنفس الليلة أو قبل أو بنفس الليلة ويمكن بنفس الليلة أو هذا. قلت له إيش دعوة مستعجلين أنت بأي وقت تقدر تقتله؟ وهذه شغلة يعني مثل ما يقول مثل قضية شرفية واحد من يصير عنده قضية شرفية خليه يسكت ويطمطم أموره. ده شوف شنو يقول الجرح داوي أصبعك إذا صار بيجرح يبلغها كذا إذا أصبعك انجرح أو هذا صار بهذا داوي لا تقصه لأنه منين قصص أصبعك جاوبك. قال لي الوزير اللي اجتمع بالوزير الشخص أول هذا اللي اجتمع بالوزير الإسرائيلي أربع ساعات ما أدري ست ساعات شنو دواء غير القتل ويجتمع بالخبراء الأمريكان. قلت له هيك أنا بعد ما أقدر أحكي لك شنو دواء غير يعني قصدي أنت يعني أنا ما كنت مع قتله. انت تريد تقول صدام حسين اجى ابلغ اهل العوجه إيه؟ انه راح نقتل حسين اي 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 نعم يعني متخذ القرار اي لا لا ما هو متخذ القرار بس ما اوحى لكم متخذ لا هو متخذ القرار اوحى اقتلوه اوحى اقتلوه. قال انا ما لي لازم مو انا راح اقتله العشيره راح تقتله. ده فهمني زين من طلع هذا الرجل قال له انت انطيت عهد قال له انا ما راح اقتلك. اكو واحد حاضر من عائله حسين المقربين؟ اي نعم. ابوه حاضر؟ ابوه ميت. عمه؟ عمه علي حسن المجيد. عمه ما عنده عم اخر؟ بل عنده عم عنده ابو ابو شو وقت مات ابو حسين كامل؟ قتل وراه؟ قتل؟ اي طبعا. مات والله ما عنده انا ما عنده شوف تحكي لك اياها. انا رجل متمدن، انت تقول لي هسه قلت متمدن. يعني هاي شغلات ما كانت أهتم بيها ما كانت تهمني. كان يهمني أن أبني دولة. وزين ومقتل فاضل البراك كم جمع العشيرة؟ ما كنت أنا حاضر بس سمعت أنه جامع العشيرة أو يعني أنت العشيرة منو يجمعها؟ جاب عبد الله محمود الخطاب جاب واحد الآخر ومقتل ثابت السلطان. ثابت
ثابت السلطان لقوا البدي مالته الجسم ماله بالمبزل. فوين قتله؟ قتله بالمنطقة. ثابت السلطان قام يدور طمع. شلون؟ يروح يدور أراضي وش يسمونه يسجلها باسمه. بس هو الطمع ما يقتله، لا ما يقتله بسبب الطمع. أنا ما أناقش على هذا، ما ليش ناخذ 17؟ ماذا أقول؟ أنا ما دبر له قتل. أنا من يقول هو قتله؟ بس اللي أدري عني أنه الشيع بأنه قتله. يعني من يقتل واحد فريق قريب من الدولة يقتل بهاي الطريقة ويأخذون سيارته، من يقتله يعني؟ والله ما 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 ما, ما تبعت الحقيقة. أنا بالنسبة لي قسم من الأحداث هذه اعتبرها تافهة، من جمع وأشخص وشخصيات تافهة. من عدم راجي التكريتي جمع العشيرة أيضا؟ لا، راجي شوف، من حق راجي يعني وليش صدام حسين كافي عاد خليك يحكمنا، خلي ينطي المجال احنا هم نحكم. انا من هالناحيه وانا شعرت بانه راجي عباس وجاسم مخلص وعدد من الجماعه اللي انقتلوا، لانه انا كنت احكي كانوا يصورون انا معارض دشوا شنو، وقسم من عندهم شبه بشكل غير مباشر فتحوني. فتحوك على شنو؟ نعم، على انه البلد يحتاج الى تغيير. راجي كنت تلتقي به كثيرا؟ راجي صديقي بس ما التقي به، لا بالاخص السنتين الاخيره اللي كان اللي قبل ما ينقتل. شنو صحيح حج خير الله توسط حتى ما يعدم؟ والله انا ما عندي هيش خبر، ولكنه ما استبعد. راجي خوش، راجي خوش، راجي خوش طبيب شنو، وانا اقول من حقه انه يقول لك كافي عادينا اريد انها محكوم. زين وجهاء العشيره ما ياثرون على صدام؟ مثل يعني شخصيه مثل راجي قبل ان يعدم او اعتقل، يعني وجهاء التكريت من يروحون له مثلا ويطلبون منه ويلتبسوه، ما لهم تاثير؟ والله ما ادري بهالشغله. يعني انا عندي ولد خالي ولد ثامر الشاوي وضاح ثامر إسماعيل الشاوي عنده يجي 10 أنواط شجاعة وثلاثة أو أربعة وسام الرافدين عن معارك في إيران ومعارك في أم المعارك، ولأنه اعتقد بأنه الآن هو يعني يشتغل ضده ويهيئ أو يشارك لعملية انقلاب، لأن الأمريكان كانوا يسعنون حركون. فهو وأخوه كان طالب كلية الأركان، عدمه مو عدمهم، حكمهم واحد 10 واحد 15 سنة وراء. أحد الأعياد دز خبر الأمهم قالوا راح يجي اليوم يعيدون عندك، عفيت عنهم، دز لهم الجثث مالتهم. جثث